رحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين في العنوان، هقول لكم الطريقة الصح في ان احنا ازاي نعمل حمام زيت للشعر لأي غرض بقى، تمام؟ للتطويل، للتتقيل، للنعومية، للتقصيف، يعني للمعان، كل حاجة باستخدام البروكاب الحراري، تمام؟ اغلبنا طبعا البروكاب الحراري عارفين قد ايه هو انتشر الفترة اللي فاتت او الفترة اللي احنا فيها جدا، يعني في السوشيال ميديا، وناس كتير قوي قالت رأيها فيه. فانا جبته بصراحة وجربته وحبيت ان انا اشارككم رأيي فيه، لان اي حاجة انا بشوفها عليها ريفيوهات كتير وكده، ما يعني ما احبش ان انا اقول رايي فيها غير لما انا اجربها شخصيا، لان في حاجات كتير قوي ناس كتير بتطلع تشكر فيها، وقصادها ناس تطلع تقول لا دي مش حلوه، فلازم نجرب، تمام؟ بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انتي اول مره بتشوفي القناه، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي علامه الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد انزله باذن الله. يلا بينا نخش على الفيديو، وبلاش لك يا جاسي. اوكي حاضر، ماشي. في قاعدتين كده، تمام؟ قاعدتين دول قاعدتين ثابتين، ماشي؟ هنثبتهم معانا في حوار ان حمام الزيت للشعر. اول حاجه عشان تعملي حمام زيت لشعرك لازم يكون شعرك نظيف، يعني لازم تكوني غسلاه كويس جدا، وما يكونش يعني غسلاه بقى يعني مطرح مثلا اي زيوت كنت حطاها، كريمات شعر، سيرم، اي حاجه، ما يكونش عليه اي حاجه، تمام؟ تاني قاعدة معانا، لازم يكون شعرك ناشف خالص. في ناس بتقول لازم يبقى مندي، تمام؟ انا بصراحة بفضل ان هو يكون ناشف خالص. ليه؟ لان زي ما احنا عارفين حمام زيت، يعني احنا هنجيب مجموعة زيوت، تمام؟ وهنحطها على شعرنا. وفي معلومة كده من الفيزياء، يعني اكيد اغلبنا حتى اللي ما خدش فيزياء اكيد اغلبنا وصل له المعلومة دي، يعني ان المية والزيت مش بيتجانسوا. ما هو انتي معنى ان شعرك مندي يعني في مية، بس مية مش كتير، بس في مية، تمام؟ فانا مضمنش حتى لو شعر مندي، يعني انتي حتى لو جبتي كوباية عندك في البيت وحطيتي فيها مليتي ربعها مية وحطيتي فيها حبة زيت او نقطة زيت يا ستي، وقعدتي تقلبي، مش هتلاقي نقطة الزيت دي يعني اختلطت مع المية. فانتي هتحطي زيت على مية؟ ما هو انا مضمنش، معلش، انت ممكن الزيوت اللي انت جايباها دي، يعني اولا تكوني جايباها بالشيء الفلاني، تمام، بمبلغ كبير، عشان انت يعني جايبه بقى عايزه تجيبي حاجه نظيفه عشان تود يعني توصلك للنتيجه اللي انت نفسك فيها. غير كده حتى لو انت جايبه زيوت عاديه ورخيصه، هتحطي زيت على ميه، يعني ممكن يبقى كانك ولا بتحطي حاجه، وتقعدي بقى تعملي حمام الزيت ده مرتين في الاسبوع، وتنتظمي عليه شهرين ثلاثة، وفي الاخر ما تلاقيش نتيجه لان شعرك ما بيستفادش، ولا كانك بتحطي الزيت على شعرك. فاحنا خلينا ماشيين يعني في اسلم طريق، خلينا نبعد عن يعني اي احتمال ولو 1% ان احنا يعني ان اللي بنعمله ده يكون غلط. انا شايفه ان الشعر يبقى حتى مندي يعني 1% ممكن يكون غلط، فخلاص ابعد عنه، فاهمين؟ فلازم يكون شعرك، انا شايفه ان لازم يكون الشعر ناشف خالص، تمام؟ فاول حاجه هنعملها او اول حاجه هتعمليها، هتغسلي شعرك بالشامبو الاول، تمام؟ ويا ريت الشامبو ده يكون ساعتها من النوع التجاري مش الطبي، لان زي ما احنا عارفين الشامبوهات بيبقى فيه منها نوع تجاري زي فاتيكا، وزي ايه تاني يا ربي، بنتين، زي لوريال اللي هو الفيف، كل دي شامبوهات تجارية، تمام؟ في بقى الشامبوهات اللي هي الطبية اللي هي بتبقى علاجية بقى، فحاولي في الساع يعني المفروض الصح، وده برضو هبقى اناقشكم فيه في فيديو تاني ان شاء الله، ان احنا يعني الصح ان احنا نستعمل شامبوهات طبية، ما نستعملش شامبوهات تجارية، تمام؟ بس برضو الشامبوهات التجارية ليها فايدتها او ليها غرضها، غرضها بقى في اللحظة دي، في لحظة عمل حمام الزيت، تمام؟ ليه؟ هقول لكم. لان اغلب او كل الشامبوهات التجارية
زي ما قلت لكم زي فاتيكا بنتين، تمام، بيبقى فيهم مادة السيليكون وبيبقى فيهم مادة الصوديوم سلفات، تمام. والمواد دي بالذات او بالاخص الصوديوم سلفات هي دي المادة اللي مسؤولة عن وجود الرغوة بتاعة الشامبو. عشان كده لو تلاحظوا الشامبوهات الطبية مهما تحطي، لو حطيتي نص الإزازة على شعرك مش هيديكي رغوة، لأن هو مفهوش المواد دي. إنما الشامبوهات التجارية من أقل كمية وتحطيها على شعرك وتدعكي تلاقيه عمل رغوة، تمام. فالرغوة دي يعني على مش حلوة، وعلى قد ما هي مش حلوة فهي حلوة. طب إزاي مش حلوة؟ كاستعمال على طول، يعني المفروض احنا بنغسل شعرنا مرتين في الاسبوع او يعني بالكتير قوي 3 مرات في الاسبوع. فغلط ان انت كل مره تغسلي شعرك، يعني مثلا لو انت بتغسلي شعرك 3 مرات في الاسبوع، غلط ان ال3 مرات تغسليهم بشامبوهات تجاريه اللي هي فيها الصوديوم سلفيت او السيليكون والمواد المضره دي، تمام، اللي هي بتعمل رغوه. فالصح ان انت مثلا لو انت بتغسلي شعرك 3 مرات في الاسبوع، يبقى هتغسلي مرتين فيهم بشامبو طبي ومرة واحدة بشامبو تجاري. ليه؟ لأن المواد اللي موجودة اللي هي اللي أنا بقول عليها السيليكون، السيليكون دي مادة بتغلف الشعراية، فبتعزل عنها أي تغذية. يعني مثلا يعني لو جيتي انت غسلتي شعرك بشامبو فيه سيليكون، تمام، هتيجي مثلا بقى تحطي كريم مرطب، هتيجي تحطي زيت تصفيف مثلا كده، شعرك مش هيستفاد. ليه؟ لان السيليكون ده، مادة السيليكون بتغلف الشعراية، فبتخليها اي حاجة تحطيها عليها الشعراية ما تستفادش بيها. لكن السيليكون بقى مفيد، ان انت ممكن تغسلي شعرك بسيليكون او تستخدمي سيرم فيه سيليكون لو انت هتعملي شعرك بقى بيبي ليس بقى او استشوار او الحاجات دي، عشان تحمي الشعراية، تغلفيها عشان الحرارة، تحمي الشعراية من الحرارة اللي هتتعرض لها من البيبي ليس او السشوار او الحاجات دي. فيعني سبحان الله، كل حاجة على قد ما هي ليها فايدتها فهي ليها، يعني او معنى اصح كل مادة ليها وقت معين انت تستخدميها فيها، هتستغني عن الضرر بتاعها في اللحظة دي، تمام. فعشان ما اطولش عليكم في النقطة دي، هنقي زي ما قلت لكم شامبو يكون شامبو تجاري ويكون فيه مادة الصوديوم سلفات. ليه؟ لان المادة دي بتنضف فروة الراس جدا، وبتشيل بقى اي دهون موجوده في فروه الراس، حتى الزيوت الطبيعيه اللي موجوده في فروه راسنا اللي هي اللي ربنا خلقنا بيها بتشيلها. احنا عايزين كده في لحظه حمام الزيت، احنا عايزين كده، ده المطلوب، ان احنا عايزين ننضف فروه الراس عشان الزيوت اللي احنا هنحطها الفروه تستفاد بيها على قد ما نقدر. فأأمن، يعني ده من وجهه نظري، أأمن شامبو تجاري موجود مفهوش مادة السيليكون بس فيه مادة الصوديوم سلفات، هو شامبو من هيربال ايسنس، تمام. ده بالشاي الابيض والنعناع، تمام. ده مش قادرة اقول لكم على كمية الانتعاش، بحس بكمية الانتعاش، بس هو طبعا بينشف الشعر، بس مش مشكلة لان احنا هنحط مجموعة زيوت، فالزيوت هترطب يعني النشفان اللي هو اللي عمله. بس بصوا اهو، مش عارفة واضح معاكم في الكاميرا ولا لأ، مكتوب اهو خالي من السيليكون، تمام، مفهوش سيليكون، بس في صوديوم، في ايه يا ربي، صوديوم لوريت صلفات، دي المادة اللي هي المطلوبة، هي دي المادة اللي يعني اللي مسموح لنا ان احنا نستعملها على الأقل مرة في الاسبوع للشعر عشان تنضف فروه الراس كويس جدا. العبوه دي 400 مللي، عامله حوالي 60 جنيه، مش فاكره، كنت جايباها من الصيدليه، تمام. فبنغسل شعرنا كويس بالشامبو، تمام، زي ما قلت لكم. بعد كده، بعد ما بتغسلي شعرك بالشامبو، يعني المفروض طبعا زي ما قلنا هنحط الزيوت وشعرك ناشف، تمام. فانت قدامك حاجه من الاثنين، انا مثلا كجيزي، تمام، عندي الاستشوار ده، ماشي، انا بستخدمه، مش بعمل شعري استشوار، بس انا بستخدم الحراره بتاعته في التنشيف. يعني بعد ما بغسل شعري ببقى بقى ايه، عايزه انشف شعري عشان اعمل حمام الزيت، احط الزيت وشعري ناشف. فايه، بقعد بقى ايه امشي
بالسشوار ده على شعري لحد ايه، لحد ما ينشف. طب انتي ما عندكيش في البيت سشوار عشان خاطر تنشفي بيه شعرك؟ مفيش اي مشكله، مثلا النهارده اغسلي شعرك بالشامبو تمام، وسيبيه ينشف براحته على الاخر تمام، وبكره تقومي عامله حمام الزيت. فاهمين الفكره؟ لو انتي يعني ايه ما عندكيش حاجه تنشف لك شعرك في يوميها عشان تعملي حمام الزيت في يوميها، مفيش اي مشكله، هتعملي تغسلي شعرك النهارده، تعملي حمام الزيت بكره، وشعرك طبعا ناشف تمام. انا الزيوت اللي انا هحطها، اللي انا بعمل بيها حمام الزيت تمام، انت طبعا بتغسلي زي ما قلنا، بتغسلي شعرك وبعد كده بتنشفيه يا اما بسشوار، يا اما لو ما عندكيش سشوار بتستني، بتضطري بقى ان انت تستني اليوم اللي بعديه عشان تعملي حمام الزيت تمام. بتجيبي بقى مجموعه الزيوت تمام. انا معايا مجموعه الزيوت دي، كنت جايباها من حد اعرفه، يعني بيجيب الزيوت دي زيوت خام من بره، بيصدرها يعني تمام، وهو اللي بيبيعها للعطارة، محلات العطارة والحاجات دي كلها تمام. الازازة دي عبارة عن ايه؟ الازازة دي مش فاكرة، تقريبا 250 ملي، كانت عاملة 150 جنيه. فيها دي عبارة عن زيت زيتون وزيت ثوم وزيت جرجير وزيت خروع وزيت سمسم تمام. الزيوت دي كلها طبعا مسؤولة ان هي تتقل الشعر وتطوله وتنبت شعر تمام. بتبتدي بقى ان انتي شوفي برضو انتي الزيوت بقى المتوفرة، وفيها كمان زيت جوز هند عشان يطري الشعر. شوفي انتي بقى يا ربي الزيوت اللي متوفرة عندك تمام، وشعرك ناشف هتقومي جايباه وتقسميه 4 ارباع تمام، وتبتدي تجيبي حبة من الزيوت دي وتحطيها في طبق الأول تمام، وتعملي لها حمام بخار على النار، بحيث ان احنا ايه عايزين ندفي الزيت ده قبل ما نحطه على فروة الرأس تمام. بعد ما هندفي الزيت هنجيب شعرنا ونقسمه 4 ارباع وبأطراف الأصابع، شايفين بالحتت دي كده تمام. هتبتدي ان انت تبلي ايدك تمام، يعني ادي الزيت اهو مثلا، هتبلي ايدك وتبتدي ايه تدعكي بحركات دائرية في فروة الرأس كلها بقى، يعني تحطي بقى الزيت في كل حتة فروة راسك، وفي الاخر تقومي حاد بقى حبة زيت من اللي انتي بتستخدميهم، يعني اللي انتي مسخناهم، وتقومي ايه حطاهم بقى على شعرك، على الشعر ذات نفسه وايه والاطراف بتاعت شعرك. يعني ما ننساش برضو الزيت بنحطه في الفروة تمام، وبنحطه على الشعر وعلى اطراف الشعر، وتقومي لفه شعرك مثلا عاملاه كحكة، عاملاه مثلا دوامة، فهماني؟ ونقوم بقى ايه جايبين البروكاب تمام. هتقومي الاول جايبه كيس وتقومي لابساه، هتقعدوا الاول تدلكوا الزيوت دي فروه الراس حوالي 5 دقائق تمام، وانتم موطيين راسكم تمام. بس لما تيجوا بقى ايه تطلعوا، يعني بعد ما تخلصي تدليك لمده 5 دقائق وانت موطيه راسك، وانت بتطلعي بقى عشان تعدلي راسك واحده واحده عشان ما تدخيش تمام. بعد كده هنقوم لافين شعرنا زي ما قلت لكم، ونقوم جايبين كيس تمام، كيس شفاف بقى اي كيس عندك، بس طبعا لازم يكون كيس نظيف تمام. وتقومي حط لابساه، وبعد كده تقومي جايبه بقى اللي هو البروكاب تمام، ده البروكاب اللي انا بستعمله ماشي. البروكاب ده انا جايباه من اسكندريه، من شارع صفية زغلول، المحل اللي انا جبت منه اسمه القط تمام، ناحيه سينما امير كده، اللي من اسكندريه هيبقوا عارفين المكان ده. البروكاب ده انا بشوفه على النت وعلى السوشيال ميديا بيتباع ب135 جنيه و170 جنيه بمصاريف الشحن والجو ده، انا جايباه ب90 جنيه بس تمام. بس احنا لبسنا الكيس، هنقوم جايبين وحاطين الفيشة دي في الكهرباء تمام، ونقوم لابسين البروكاب عادي جدا. ده شكله بتلبسيه تمام، وتعملي المنبه بتاعك تمام نص ساعة، انت بتلبسيه لمدة نص ساعة المفروض. انت طبعا انت بتلبسيه والفيشة محطوطة في الكهرباء عادي جدا، ما تقلقوش من اي حاجة، ما فيش اي حاجة خالص، لان انت لابسة كيس والكيس ده عازل، بجانب ان اصلا البتاع اللي جوه دي اصلا بتبقى يعني بتحمي تمام. فهنا هو كده مطفي تمام، بيبقى فيه سرعتين، اللو اللي هي الاقل درجه، والهاي اللي هي اعلى درجه. طبعا ما تفكريش خالص ان انت تعملي اعلى درجه، زي ما قلنا احنا عايزين نمشي في امن طريق، فانت اعمليها على اللو، ما تفتكريش ان هي عشان اللو دي اقل درجه فان هو مش هيسخن،
شعرك ومش هيسخن الزيت، لا بيسخن كويس جدا وبتحسي فعلا بسخونية. بس هتلبسيه وتسيبيه نص ساعة، بعد كده تقومي قلعة البروكات بس، وتسيبي بقى وتقومي جايبة طرحة قطن وحطها على الكيس اللي انتي اصلا اوريدي حطاه على شعرك، وتسيبيه ساعتين. وبعد ما يعدوا الساعتين تقومي غاسلة شعرك بقى برضو بنفس الشامبو، تمام، او مثلا ببلسم او بحمام كريم مثلا، تمام بس. وبعد كده بقى تقومي ايه، حط بقى اي كريم مرطب عندك، كريم تصفيف او زيت تصفيف اي حاجة، وبس كده. يبقى احنا كده عملنا حمام الزيت، ودي الطريقة الصح لحمام الزيت. حمام الزيت ده لو انت عايزة توصلي للنتيجة اللي انت عاوزاها بتعمليه مرتين في الاسبوع، تمام. اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم الفيديو، بكده الفيديو يبقى خلاص. استنوني فيديو جديد ان شاء الله.